إذن تحت شعار لم الشمل العربي تنطلق اليوم في الجزائر القمة العربية 31، وعلى جدول أعمالها العديد من الملفات والتطورات الإقليمية والدولية. ويسعى القادة العرب خلال اجتماعهم إلى توحيد المسارات لمواجهة تداعيات الأزمات التي يشهدها العالم. كيف السبيل للنهوض بالعمل العربي المشترك في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة؟ لمناقشة هذا الملف معي هنا في الأستوديو في الجزائر العاصمة ضيفنا أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر الدكتور زكريا وهبي. أهلا بك. أهلا بك. كما ينضم إلينا من مقر انعقاد القمة الكاتب الصحفي أيمن عراقي. أهلا بكما ضيفا برنامج الرادار في شقه الأول. أبدأ معك هذا الحوار دكتور زكريا وهبي. القمة العربية إذن ستنطلق بعد ساعات قليلة، وضع لها شعار مهم لم الشمل، هل يمكن أن يجسد ذلك برأيك في بيان القمة الختامي؟ نعم صحيح ذلك، أن هذه القمة جاءت في ظروف خاصة وجاءت كذلك بعد غياب دام أكثر من 3 سنوات ونصف. هذه القمة جاءت في ظروف دولية وإقليمية متسارعة وتعرف ديناميكية متسارعة نظرا لتطور الأحداث. هذه القمة جاءت نظرا لتدهور بعض الأوضاع لدول العربية، وبالتالي فاختيار الشعار لم شم، يعني هذا الشعار لم يكن اعتباطيا وإنما جاء بشكل دقيق، لأنه أولا مرتبط برمزية حدث تاريخي في الجزائر هنا، وهو اندلاع ثورة 1 نوفمبر، وهذا التاريخ الرمزي يعتبر في المخيال الجزائري وفي التاريخ السياسي الجزائري هو نوع من الوحدة والثورة ونوع من لم الشمل، لأن الثورة الجزائرية كانت تعرف أطياف، ولما جاء يعني التوقيت تم وحدة هذه الأطياف المختلفة العسكرية والسياسية، ومحاولة من ذلك ترسيخ هذا المبدأ في هذه القمة العربية وهو لم الشمل. إذن لما نلاحظ أنه بدايات لهذه القمة بداية من تحضير وتوجيه دعوات لمختلف قادة الدول العربية، يعني كان هناك ترحاب وكان هناك قبول لهذه القمة وكان هناك تقريب توافق لكل قادة الدول العربية من أجل حضور هذه القمة التي هي تاريخية، ونحن نعرف أن الجزائر يعني في تاريخها تقريب هذه القمة الرابعة التي تعقد هنا في الجزائر، وبالتالي فكل قمم التي تم عقدها في الجزائر كانت دائما مفصلية ومجهرية في كثير من القضايا المرتبطة بالأمم العربية. سنرى ذلك دكتور وهبي مع سيد أيمن عراقي. ما المفصلية الذي يمكن أن يجري في قمة الجزائر من وجهة نظرك سيد أيمن عراقي؟ كما تفضل ضيفكم الكريم أن هذه القمة بالفعل تأتي بعد توقف لمدة 3 سنوات متتالية منذ قمة تونس 2019. القمة الجزائر تأتي الآن في توقيتات وسط تهديدات وضغوطات وأزمات ومشاكل سياسية ونزاعات مسلحة في العديد من الدول العربية، في اليمن، في السودان، أزمات سياسية في العراق، في ليبيا، في لبنان، في فلسطين. الأمر الذي يقع على عاتق القادة العرب وعلى الدول العرب التوحد وعلى البحث عن إزالة أسباب هذه التوترات وهذه التدخلات الأجنبية والتواجد الأجنبي في الدول العربية. الأمر الذي من شأنه استمرار هذه الأزمات واستمرار هذه المشاكل التي أيضا من شأنها استمرار الضغوطات التي يواجهها الشارع العربي والمواطن العربي من أزمات عدة، خاصة فيما يتعلق بالغذاء. قمة الجزائر والتي حملت وتحمل قمة لم الشمل وأيضا قمة فلسطين من جانب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أيضا تحظى فلسطين بدعم كبير من القمة على جدول الأعمال والإعلان عن تشكيل لجنة وزارية من شأنها دعم فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة. قمة الجزائر تأتي أيضا بحضور الرئيس السيسي وسط حرص من الرئيس السيسي لحضور القمة، وسيلقي كلمة طويلة ومهمة جدا
عن الثوابت المصرية خلال السنوات الماضية ودعم الانتخابات في الدول العربية وإزالة النزاعات وإخلاء الدول العربية من الميليشيات المسلحة. نعم سيد أيمن. نعم، بما أنك ذكرت بعض ملفات هذه القمة التي ستطرح أمام القادة العرب، دعني أعود إلى الدكتور زكريا وهبي. الجزائر رعت اتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، هل تعتقد بأن فرص تنفيذه أفضل من الاتفاقات التي عقدت سلفا وكانت رعايتها من دول إقليمية أخرى كالمملكة العربية السعودية وغيرها؟ نعم، نحن ندرك جيدا العلاقة الموجودة ما بين الجزائر وفلسطين، هذه العلاقة الأبوية الروحية وهذه العلاقة التي يعني الجزائر تعتبرها من بين قضية الفلسطينية من بين قضايا الأساسية التي تدخل في بعدها العقائدي وفي بعدها المرتبط بالسياسة الخارجية الجزائرية، وبالتالي فهنا الجزائر جاءت في إطار المصالحة الفلسطينية من خلال أنهم حاولوا أنهم يجمعوا كل فصائل للفصائل المختلفة في فلسطين وهي أكثر من 14 فصيل هنا في الجزائر، وبالتالي تم وضع بنود واتفاق في مضمونه ان 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 هذه الاتفاق لابد ان يجسد على ارض الواقع، وبالتالي فتشكيل لجنه وزاريه متابعه وتكون الجزائر كطرف في هذا في هذا في هذا متابعه مسار المصالحه الفلسطينيه عباره عن عن جانب العمل، يعني الخروج من التوصيات والبنود الى الخروج الى الجانب العملي لتطبيق كل ما ورد من بنود مهمه في اطار المصالحه الفلسطينيه. كذلك ان القضية الفلسطينية يعني حتى البنود التي تم وضعها في إطار المصالحة الفلسطينية تم التشاور مع مختلف قادة الدول العرب أو الحاضرين اليوم في القمة العربية، وهناك إجماع حول كل بنود المرتبطة بهذه القضية. إذا في هذه المرة أن هذه القضية لم تصبح مرتبطة بدولة واحدة أو بمجموعة دول، وإنما هناك اتفاق جمعي تقريبا حول بنود ومتابعة مسار المصالحة للقضية الفلسطينية، لأن اليوم قضية فلسطينية يعني هي قضية وجودية وقضية يعني محورية متعلقة بالدول العربية جمعاء، وبالتالي فالرغبة في تجسيد المصالحة والذهاب إلى تسوية هذه القضية هو يعني تقريب رغبة جماعية من طرف كل قادة الدول العربية. ولكن ليست قضية ربما الأبرز، هناك قضية يفرضها الواقع سيد أيمن عراقي، ما جرى الآن في أوكرانيا يعني وهذه العملية العسكرية والتي امتدت تقريبا لعشرة أشهر، هل تفرض ربما نوعا آخر ومستوى آخر من التعامل والتنسيق بين دول الجامعة؟ طبعا يعني الوضع الاقتصادي للدول العربية حتى بما فيهم الدول النفطية التي لديها نفط ولديها غاز أيضا لديها أزمات نتيجة الوضع العالمي والتوترات العالمية والحرب الروسية الأوكرانية وتأثر هذه الدول سواء كانت الغنية أو غير الغنية من أزمة في الحصول على مصادر الغذاء ومصادر الطاقة والحبوب، ومن هنا ستطلق القمة الجزائر استراتيجية محددة واضحة المعالم خاصة بالغذاء، من شأنها أن تضع حدا لأزمة الغذاء داخل الشارع العربي وما يعانيه المواطن العربي من غلاء نتيجة نقص إمدادات الغذاء من أوكرانيا أو من روسيا أو من أوروبا. أوروبا نفسها تعاني من هذه الأزمة، فلزاما على القادة العرب وعلى قمة الجزائر ونتمنى لها التوفيق إن شاء الله أن يتوصلوا إلى استراتيجية محددة من شأنها التخفيف من هذه الأزمة على المواطن العربي. دكتور زكريا، الجامعة العربية تضم أكثر من 20 دولة، لكل دولة أجندتها، لكل دولة مصالحها، كيف يمكن تجاوز أي خلافات نظرا للمصالح المختلفة لهذه الدول أو الأجندات المختلفة حتى لا تعيق عمل الجامعة برأيك؟
نعم، في الحقيقة لما نشوف يعني جدول الأعمال المطروح اليوم، وهذا الجدول الأعمال هو يعني مرة عن طريق مجلس الاجتماعي والاقتصادي للدول العربية، ثم اجتماع مجلس وزراء الدول العربية، ثم اليوم إن شاء الله انطلاق القمة العربية. إذن فنقاط جدول الأعمال أنه كما صرح البارحة وزير الخارجية الجزائرية أنه هناك ترشيد في البنود وفي القرارات، معنى ذلك أنه يعني كل نقاط الخلاف التي تثير حساسيات لكل الأطراف المشاركة لا يعني هناك ترشيد، يعني أن كل النقاط المطروحة اليوم سواء مثلا مرتبطة بالعلاقات العربية الإيرانية، العلاقات العربية التركية، يعني كل هذه النقاط اللي هناك محل يعني محل اختلاف ما بين الدول العربية. ولكن شيء المهم في هذه القمة أن هذه النقاط وهي نقاط مطروحة سابقا في القمم السابقة وليست جديدة، ولكن اليوم في هذه القمة قمة الجزائر فيه نوع من الذكاء في تجاوز هذه النقاط الخلافية وترشيد ما يسمى ببنود جدول الأعمال، يعني أن هذه النقاط يتم ذكرها فيما بعد في توصيات ولا تكون يعني صلب النقاش. اليوم صلب النقاش في جدول الأعمال هو مرتبط تقريبا بثلاث مسائل أساسية. المسألة الأولى هو قضية فلسطينية التي تحدثنا عنها. مسألة ثانية وهي الأمن الغذائي باعتباره كمتغير مهم نظرا للأزمة الأوكرانية والتحولات الجيوبوليتيكية والتحولات العالمية إلى آخره. ثم النقطة الثالثة وهو الأمن القومي العربي باعتبار أن اليوم مختلف دول العربية يعني مثلا العراق أو ليبيا أو اليمن يعني تعرف نوع من الهشاشة الأمنية في دولها وفي بناها المؤسساتية، وبالتالي اليوم تتطلب ظروف تعاون يعني وضع ظروف تعاونية ما بين مختلف قادة الدول العربية من أجل أنهم يحاولون إعادة إرساء الأمن الإقليمي العربي بشكل تعاوني بشكل الذي يحل سلم الأمن، لأن لا يمكن أن نمر إلى مشاريع تنموية ومشاريع تكامل عربي بدون حل مسألة الأمن، لأن الأمن هو الأساس لكل عملية تنموية وعملية تكاملية للدول العربية. إذن فمن يعني هذه المسائل الثلاثة المطروحة اليوم في أجندة القمة العربية، في اعتقادي أولا أننا اليوم دخلنا فيما يعرف بالقضايا الجديدة، يعني نترك بعض الحساسيات اللي كانت موجودة سابقا وندخل في الرهانات الجديدة أو التحديات الجديدة اللي أصبحت اليوم تحديات وجودية يعني مرتبطة بوجود هذه الجغرافيا بحد ذاتها. مثلا نحدث على الغذاء، على موضوع الطاقة، على موضوع الأمن الصحي، لأن اليوم خاصة فترة جائحة كورونا أفرزت لنا إرهاصات كبيرة بما يتعلق بالدول العربية وضعف الهشاشة البنية الصحية إلى آخره. اليوم يعني أدخلنا إلى مقاربات جديدة تتطلب فهم ووعي جديد للتحديات الجديدة من أجل مجابهتها بشكل جمعي. سيد أمين العراقي، دعنا نتحدث أيضا عن البعد الدولي في قمة الجزائر 31. هناك مشاركة من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أيضا هناك ضيوف آخرين، الأمين العام للاتحاد الأفريقي، أيضا هناك طبعا الأمين العام للأمم المتحدة، وأيضا رسالة بوتين لدول الجامعة. كيف تقرأ هذه المشاركة الدولية في قمة هذا العام؟ هي قمة الجزائر ليست هامة فقط للدول العربية أو للإقليم، أيضا هي مهمة للمجتمع الدولي، لأن بات المجتمع الدولي حاليا من أزمات يعيشها كما لو كان مجتمع صغير أو مدينة صغيرة، فالأزمات لم تطل أو لم تحل على الدول العربية أو المنطقة العربية أو الإقليم، ولكن الأزمات طالت أكبر وأقوى دوليات العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. فالقمة العربية لم تعد فقط قاصرة الاهتمام على الشارع العربي، ولكن الاهتمام أيضا امتد إلى المجتمع الدولي، حضور سكرتير عام الأمم المتحدة، حضور أيضا الاتحاد الأفريقي، رسالة الرئيس بوتين اليوم إلى القمة العربية. العالم أيضا ينظر إلى القادة العرب، ماذا يمكن أن تخرج القمة العربية من قرارات يمكن أن يكون أيضا لها تأثير في المحيط الخارجي للمنطقة العربية، ويمكن أن يمتد هذا التأثير إلى العالم الخارجي، خاصة أن الدول العربية لديها من الموارد والإمكانات والثروات التي يمكن أن تؤهلها أن تكون قادرة على الاعتماد على نفسها وعلى حل أزماتها وعلى حل مشاكلها، وأن يبحثوا أيضا على سبل إزالة أسباب التوترات الداخلية في المنطقة العربية، لأنه كيف يمكن
يمكن أن نحل مشاكلنا وداخل عدد من الدول أزمات ومشاكل ونزاعات مسلحة وتواجد أجنبي وميليشيات. يجب علينا نحن كقادة عرب ويجب علينا نحن كعرب أن نحل أزمتنا ومشاكلنا. هناك تدخلات أجنبية خارجية في المنطقة العربية. الكل ينظر الآن ليس هناك قطب, هناك ليس قطب واحد في المجتمع, هناك أكثر من قطب. الآن روسيا الآن ظهرت كأقوى كقوة دولية فاعلة ومؤثرة في المجتمع الدولي. العلاقات الروسية العربية, العلاقات الأمريكية العربية, الكل ينظر إلى القادة العربي اليوم, الكل ينظر إلى قمة الجزائر اليوم, ماذا يمكن أن تسفر من قرارات يمكن أن تؤثر لها سواء في المحيط الداخلي والإقليم العربي أو المجتمع الدولي. شكرا جزيلا لك أيمن عراقي الكاتب الصحفي. أشكر أيضا أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر الدكتور زكريا وهبي, شكرا لوجودك معنا. شكرا جزيلا.